صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ بي سي. ضيفنا اليوم بنهاركم سعيد هو الأستاذ أحمد الأيوبي، رئيس هيئة السكينة الإسلامية والخبير في الحركات الإسلامية. طبعا مع هذه التطورات التي تحصل، يعني انطلاقا من الهجوم الانتحاري المزدوج الذي حصل في منطقة جبل محسن، وصولا إلى ما يجري صباح هذا اليوم من تطورات في سجن رومية، وتحديدا لها علاقة بالمبنى ب، حيث هم يعني الذين يعرفون بالموقوفين الإسلاميين وخصوصا موقوفي فتح الإسلام، وكل ما يحيط بهذه القضية وارتباطها بمسألة التفجيرات وبمسألة العسكريين الرهائن الموجودين لدى الجماعات المسلحة. ولكن بداية قبل ما بلش أنا وياك بالحوار، بدنا ننتقل إلى محيط سجن رومية مع زميلتنا ندى أندراوس عزيز لمعرفة آخر التطورات الجارية هناك في أعقاب العملية أو عملية المداهمة التي تنفذها قوى الأمن الداخلي داخل السجن بمؤازرة الجيش اللبناني. ما بعرف بعد ما شفنا زميلتنا ندى. نهارك سعيد بسام. هلأ لشفت صورتك، يعني قبل ما كنتش مبينة صورتك. على كل شو هي آخر التطورات الحاصلة؟ أنا كنت عم بسمع صوتك. شو هي آخر التطورات الحاصلة داخل السجن؟ ويعني متى متوقع أن تنتهي هذه العملية؟ نعم. يعني العملية مستمرة بسام كما ذكرت أنت، والوزير نهاد المشنوق يتابع ويشرف على هذه العملية. العملية انطلقت منذ الفجر تحديدا عند المبنى بي، والوزير نهاد المشنوق في اتصال معنا قال إن هذه العملية انطلقت فجرا بعد رصد اتصالات جرت بين مجموعة من داخل السجن، لم يحدد أي مجموعة، بين مجموعة من داخل السجن في المبنى بي مع تنظيم داعش، وهذه الاتصالات لها علاقة بتفجيري جبل محسن. الوزير يشرف على العملية داخل السجن مستمرة بسلاسة بهدوء، ليس هناك من إصابات. كانت صباحا تصاعدت بعض سحب الدخان من السجن، ولكن الآن ليس هناك لا من أصوات ولا من سحب دخان. سيبقى الوزير المشنوق في السجن رومي، وعندما تنتهي هذه العملية سيعقد مؤتمرا صحفيا يتحدث عن تفاصيلها. الإجراءات يعني الأمنية مكثفة مشددة جدا، كانت برا من قبل الجيش اللبناني، من قبل القوى الأمنية عند كافة الطرقات المؤدية إلى سجن رومي ومحيط سجن رومي، وجوا طوافات الجيش تؤازر عمل القوى الأمنية طبعا، والعملية في الداخل مستمرة. الهدف الثاني من هذه العملية هو نقل سجناء المبنى ب، هذا المبنى الذي يعني تحول يعني بين مزدوجين إلى إمارة كانت تعجز القوى الأمنية على الدخول إليه بسهولة، على ضبط الممنوعات فيه بسهولة، وهو يعني ممتلئ بالممنوعات، أكان من أجهزة اتصالات، أكان يمكن من أسلحة بيضاء كما يقال، أكان من أدوات يستخدمها الإسلاميون، وهم تحديدا بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي ناشطين جدا من داخل السجن على الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية. كل هذه المضبوطات ستصبح بيد القوى الأمنية، وأكثر من نصف إن لم يكن أكثر أيضا من سجناء المبنى تم نقلهم إلى المبنى دال، المبنى دال المجهز حديثا والملائم لمواصفات شروط حقوق الإنسان للسجين أولا، وثانيا الملائم للشروط الأمنية المطلوبة في أي سجن، وتحديدا في سجن رومي، خصوصا وأن وضع السجن مبنى بأي مبنى الإسلاميين يعني وضعه لا يشبه وضع الزنزانات المتعارف عليها بعد كل الأحداث التي شهدها سجن رومي، ويعني كان يعني مثل أصبح من المبنى الممنوع أو المحرم على القوى الأمنية. سننتظر نهاية هذه العملية لنرى كيف ستنتهي، وماذا سيعلن الوزير المشنوق، ومن هي المجموعة، ومتى نسقت ومع داعش، وعلى أي مستوى نسقت مع داعش، أكان بما يتعلق فقط بتفجيري جبل محسن أم من مخططات أخرى. بسام، شكرا لك ندى. على كل نحن في حال يعني حصول أي تطورات جديدة رح نرجع لك لحتى نعرف باقي التفاصيل. طيب يعني اليوم هذا الحدث يحصل صباح اليوم، هذه العملية أو هذه المداهمة كان مخططا لها منذ فترة، خصوصا مش أول مرة يتم رصد اتصالات بين من هم في داخل سجن رومية ومن هم في القلمون أو مجموعات أخرى موجودة داخل لبنان. إضافة إلى ذلك إلى أنه هناك بعض المساجين أيضا والموقوفين يتمنعون عن حضور جلسات المجلس العدلي التي لها علاقة بقضية
نهر البارد. اتخذ القرار بالأمس بخلال الاجتماع الأمني بتنفيذ هذه العملية. شو رأيك بالشيء اللي عم بيصير؟ يعني كما ذكرت أستاذ بسام، العملية كانت متوقعة من فترة مش من اليوم، وطرحت في مجلس الوزراء عدة مرات، والإشكالية كانت حول وضعية السجن وتوافر وسائل التواصل. لكن أنا بدي أقول أنه وجود الوزير المشنوق في هذه العملية يعد ضمانة، ضمانة للحد كثيرا من الخسائر، لا سمح الله أن تقع خسائر. هو يعني شخص متعقل جدا ومتوازن، يستطيع أن يدير هذه العملية بالحد الأدنى من الخسائر، ونأمل أن لا يكون هناك خسائر فعليا. الحديث هلأ يعني المعلومات الواردة من سجن رومية أنه فينا نقول أنه ما في إصابات، يعني العملية عم بتتم بسهولة، العملية عم بتتم مثل ما قالت زميلتنا أو مثل ما قال وزير المشنوق بسلاسة. أكيد طبعا يعني حصل إحراق للفرش، يمكن بعض حالات هذا أمر محدود، أمور عادية تعالج على الأرض، يعني هذا أمر محدود. نأمل أنه يعني تبقى سلامة الموقوفين يعني مضمونة، حضوره للوزير أنا سلامة العسكريين كمان، أكيد سلامة العسكريين طبعا، بس لأنه السجناء هن اللي بالوضع الأضعف في هالحالة هيدي نحن عم نحكي. وجود الوزير المشنوق بهذا الموقع الآن أنا بعتبره ضمانة لعقلنة العملية ككل، وبتأمل أنه يعني الأمور تمشي فعلا بسلاسة ونتجاوز هذه المحطة. لكن أنا بقول أنه كمان في مسؤولية على الدولة بهذا الموضوع، لأنه كلنا بنعرف أنه مسألة الاتصالات كان يمكن توقيفها من دون أي يعني توقيفها تقنيا، قطع الاتصالات عن محيط السجن. نحن بالعملية الأمنية الأخيرة بطرابلس، بقيت طرابلس بدون انترنت، كل طرابلس بدون انترنت أيام وأيام وأيام. فكان ممكن بس حتى بتواصلوا هاتفية، مش بالضرورة بس بواسطة الانترنت. كل يعني أنا عم أقول أنه هذا التراكم مش وليدة اللحظة الآن، والدولة مسؤولة عنه بمختلف المراحل. وبدي أقول هلا أنه نحن إذا بدنا ننقلهم على المبنى ديل، المبنى دال زميلي قالت أنه مطابق لشروط حقوق الإنسان، يعني تم تأهيله بالفترة الأخيرة بس ولكن أثير التساؤلات حول الكلفة، يعني وحول ما إذا جرت يعني عملية التأهيل بشكل واضح. أنا ماني معني بموضوع الفساد اللي ممكن يطلع فيه، بس أنا بدي أقول أنه المعاملة بالمبنى دال يجب على معالي الوزير أن يشرف عليها وعلى إطلاقها من جديد. هناك شكاوى تتعلق بخروقات خطيرة لحقوق الإنسان حصلت في هذا المبنى، تتعلق بسوء المعاملة، تتعلق بالتعذيب وما إلى ذلك. يجب أن يلقي معاليه بحكم وجوده الآن في هذه اللحظات في سجن رومية، أن يلقي نظرة موضوعية وعملية على طبيعة العمل في هذا المبنى تحديدا، لأنه ما معقول نحن ننتقل من دلفي تحت المزراب، يعني بمعنى نكون عم نشتكي من شيء ونصير عم نشتكي من شيء كمان لا يقل خطورة عنه. بس أنه ما في يتركون بالمبنى باي اللي هو ما في لازم زانات ولا بواب ولا شيء. ما عم أعترض أنا على الإجراء، أنا عم أقول أيا يكن السجن شروط حقوق الإنسان يجب أن تكون متوافرة. طبعاً. هذا اللي عم نقوله. نحن عم نقول التعذيب هو ضد حقوق الإنسان وضد القانون ولا يجب أن يكون سائداً. الإهانة والإذلال، يعني هل فعلاً صحيح إنه يطلب من السجناء عند تلقيهم مثلاً الطعام إنه أن يعوا مثل الكلاب مثلاً في عملية إذلال مباشرة؟ هذا الكلام وصلنا. أنا ما بدي أقول إنه صحيح، بس أنا أدعو إلى التحقق منه في هذه اللحظة لعدم تحويل الانتقال إلى أزمة. لما بيكون في عدم تعذيب وبيكون في حقوق للناس بكرامة الطبيعية، ما عم نقول نحن كرمون رفهون، عم نقول المسألة بطبيعتها على ما هي عليه، ما يكون في هيدي الخروقات. وبما أنه الوزير الآن موجود فهيدي مناسبة لضبط كل هذه الخروقات من كل النواحي ومن كل الاتجاهات. نقطة أخرى مهمة، أنه تطبيق هذه المعايير الآن يستوجب التعجيل في المحاكمات. مش عم بيروحوا يعني البعض منهم مش عم بيروحوا، البعض منهم مش عم بيروحوا، معتبر أنه ممكن تشملوا المقايضة بمسألة العسكريين. لا ما بس هيك، ومش عم بيروحوا لأنه شروط المحاكمة بالمجلس العدلي
هي شروط قاسية وغال، وفي في بعض الأحيان شروط الترافع وإمكانيات الترافع المتكاملة التي تضمن حقوق الموقوفين قد لا تتوافر عند الجميع. لذلك هناك خشية. يعني قد لا تتوافر بسبب المجلس العدلي ولا هن ما عم يقدروا يأمنوا محامين يترافعوا عنه؟ هلا المحامين بعتقد موجودين، بس في نوع من تحت عنوان تسريع الجلسات في اختصار بالإجراءات. هذا الاختصار بالإجراءات في شي مرة يعني منع محامي من أنه يقدم الأدلة أو يقدم القرائن أو يقدم المرافعات الضرورية؟ يعني ما بتصور الرئيس جان فهد أو غيره من الرؤساء اللي موجودين بالمجلس العدلي أنه بيتصرفوا بهذه الطريقة؟ شكاوى من المحامين. نحن عم نقول يعني جزء من الإشكالية اللي انطرحت أنه في اختصار بالإجراءات، وهذا الاختصار بالإجراءات قد لا يتيح طرح كل ما يمكن للدفاع أن يقدمه. هذا بعض الإشكال. هلأ في ناس ما لهم مصلحة يروحوا على المحاكمة إذا كانوا مثلا متورطين في القتال وثابت عليهم أنه والله أحكامهم ستكون مرتفعة، في ناس ما بدها تروح. وأنا ضد أنه البعض يعطل على الكل وعلى المجموع. يعني إذا كان في حدا عنده إشكال فردي في هذه القضية ما بيصح يحتجز حرية يعني عشرات السجناء الآخرين حتى هو يعني يضمن وضعه الشخصي. هذا أمر ما بيصح ومش يعني مش مناسب. لكن أنا بقول إنه موضوع المحاكمات بشكل عام، لأنه ما كلها بالمجلس العدلي أستاذ بسام، في عدد كبير خارج المجلس العدلي. نحن في عنا 470 موقوف من أحداث طرابلس الأخيرة حتى الآن، ويمكن صاروا أكثر. طيب هؤلاء شو قضايا هون الموقوفين فيها؟ معظمهم يعني أنا بقول 80% منهم وربما أكثر أوقفوا في قضايا لا تتعلق بالإرهاب، في قضايا إجرائية. يعني تخيل أحد السجناء كان موقوف لأنه شاري 500 رصاصة. حسب ما فهمت أنا عقوبتها في القانون سجن 10 أيام، بقي محجوز 6 أشهر حتى عرض على القاضي ليطلق سراحه لاحقا. يعني هذا النوع من البطء في الإجراءات وفي المحاكمات، إذا كنا بدنا نطبق كامل المعايير القانونية بدنا نعطي هول الناس حقهم في محاكمات عادلة. أنا ما عم أقول لا تعفوا ولا عملوا لهم استثناءات، بس أعطوهم حقهم في المحاكمات. ونحن شايفين أنه صار السين عم تمد، وهال 470 يعني 470 عيلة بطرابلس وبالشمال أصبحت منكوبة بهذا النوع من التوقيفات اللي ممكن تكون توقيفات يعني لها علاقة بمخالفات بسيطة مثل أنه ما معه الموتسيكل أو غيره. فما بيصح كمان هذا يوضع في خانة الإرهاب والتشهير مثل ما صار بمجموعات أخرى وبناس آخرين مثل الشباب اللي بالقلمون تم إيقافهم وتم التشهير فيهم لشهور. يعني نحن عم نلاقي حالنا دايما غرقانين بهذا الملف بسبب هذا العقم في الإجراءات الأمنية اللي عم بيكون أعمى في مواجهة الإرهاب. يعني أنا إذا بدنا نحط الإحصائية بين 470 شخص والإجراءات اللي اتبعت بهذا النمط، هل أوصلت إلى وقف الإرهاب؟ ما هن الإرهابيين خارج نطاق التغطية العملية، يعني وصلوا عملوا اللي بدهن إياه بطرابلس. أنا رح أفوت على هذا الموضوع، بس كمان السؤال الأساسي أنه طيب مين كان بالقبل يعني يمنع حصول هكذا عملية في سجن رومية؟ ومن المعروف كل هذه المجموعات الموجودة في سجن رومية كانت على تواصل مع مجموعات من النصرة، مع مجموعات من داعش، مع مجموعات من كتائب عبد الله عزام، كانت على اتصالات وكانت واضحة الاتصالات بينهم وبين كل هذه المجموعات الموجودة خارج السجن. طيب صحيح. من كان يعني يغطي هذه العملية؟ من كان يمنع حصول المداهمة وحصول هذا التحرك الأمني؟ يعني حتى كانت هذه الاتصالات تصير قبل قضية العسكريين، يعني صحيح. مش انه بعد قضية العسكريين يقول انه في خوف يعني من انه يتسببوا بأذى للعسكريين من يحتجز العسكريين. ربما البعض كان بيعتقد انه بهي الطريقة بيقدر امنيا يعرف شو عم بيصير. يعني بيقدر يتعقب، بيقدر يفهم اكثر، بيقدر يعرف شو يعني تفاصيل هذه الاتصالات إلى أين يمكن أن تؤدي، مين الشبكات الموجودة، شو نوعية هذا التواصل، هل هو أمني بمستوى خطير أم تواصل عادي بين ناشطين بنفس الفكر وبنفس الهوى وبنفس السلوك. هذا جزء. الجزء الآخر كان نوع من التعقل أو يعني النظر في كيفية إتمام هذه العملية من دون أن تكون لها نتائج في الشارع، لأنه كمان هيدي المسألة بدها تتاخد بعين الاعتبار.
يمكن في حالات أخرى كانت نوع من الكسل، نوع من التواطؤ، نوع ما بعرف يعني مثلي مثل أي مواطن بيتساءل هذا التساؤل، وكثير من الأمور ما عندنا أجوبة عليها الحقيقة يعني. برأيك بتأثر هذه العملية على مسألة احتجاز العسكريين ومصير العسكريين؟ يعني بلشت نشوف بعض الناس يعني أو بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما على تويتر أنه ضغطوا بمسألة العسكريين لوقف ما يجري في سجن رومية، ضغطوا بمسألة العسكريين لوقف ما يحصل هناك. أستاذ بسام، هلأ حسب نتائج العملية، إذا كانت العملية نظيفة ما فيها خسائر بشرية، ما فيها يعني جرحى خطيرين، ما فيها قتلى، فأنا بعتقد هيدي الموجة حترجع تهدأ وحيدرك الجميع أنه المخاوف ما كانت بمكانها. أما إذا لا سمح الله وقعت خسائر وأصيب أشخاص يعني يعنون لهؤلاء، فردات فعلهم حتكون تلقائيا تأثر على قضية العسكريين وتأثر على مجمل وضعهم وتحركاتهم في لبنان، يعني حتكون بمثابة ردة فعل إضافية في معركة أنا بعتقد صرنا بلبنان مفتوحين على كل أبعادها. يعني هلأ يمكن الدولة أو الحكومة قررت ترد بسجن رومية معنويا وسياسيا على ما حصل في جبل محسن, جبل محسن. صحيح. هذا نوع من رد الاعتبار. هلأ حجم المحافظة على الأرواح وحجم الحد من الخسائر هو بيحكم ردات الفعل اللي متوقعة من قبل الطرف الآخر. ما بعتقد يعني إذا طلعنا بنتائج أنه ما في ضحايا، ما بعتقد حيكون في أي مبرر ل يعني الاعتداء على حياة العسكريين أو لتصعيد الموقف. هذا إذا فصلنا القضية عما أصبح لبنان عليه من ساحة نزال، يعني عم نحكي نحن في هذا الملف بالتحديد. لكن لبنان لم يعد فقط مشكلته بالعسكريين مع المجموعات الجهادية، لا، واضح أنه صارت المشكلة أكبر بكتير، أكبر بكتير. مشان هيك عم أقول أنه هذه القضية هي يعني محل نزاع جزئي بين الدولة اللبنانية وبين المجموعات الجهادية، لكن ما يتوسع عن هذا الصراع هو أصبحنا الآن أمام ساحة مفتوحة ومواجهات متواصلة ستأخذ أشكال مختلفة، منها ما حصل في جبل محسن. بس مش من اليوم يعني نحن ساحة مفتوحة أمام هذه يعني المجموعات المسلحة وهذه المجموعات الأصولية، يعني بالعكس أنه كانت العمليات عم بتصير كمان حتى قبل عملية عرسال. يعني خلينا نقول منذ ذاك الوقت ونحن ساحة مفتوحة. ايه، خليني أقول لك، قبل هاي المرحلة تنظيم الدولة الإسلامية كان غير يعني لم يكن مقرر أنه يشتغل مباشرة في الساحة اللبنانية، كانت غيره من المجموعات هي اللي عم تنشط، ولذلك كنا نشوف نوعية من العمليات اللي بعض ينجح جزئيا وكثير منها يفشل، لأنه آليات التدريب والإعداد والاستثمار في هذه الأعمال كانت محدودة. بس لليوم يعني معلش بدي أقاطعك، لليوم تنظيم الدولة الإسلامية ما نفذ أي عملية على الأرض اللبنانية باستثناء مشاركته بالقتال في عرسال. أنا بعتقد أنه اللي صار بجبل محسن هو من تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية بخلاف ما يقال حول تبني جبهة النصرة للعملية، وهذا ذكره مبارح وزير الداخلية، وهذا اللي بتتقاطع حوله المعلومات. بس خليني بما أنه كنا عم نحكي شو ممكن تقوم الحركات يعني أو المجموعات المسلحة يلي بتحتجز العسكريين. هلا عم بيقولوا لي أنه جبهة النصرة يبدو أنه أوردت بيان أنه بتقول فيه أنه رح بيكون في رد فعل على العسكريين نتيجة التدهور الأمني الحاصل في لبنان. على كل هلا رح شوفهم أنا قدامي إذا على مراسل القلمون، إذا حط شيء على التويتر لحتى نقرأ بشكل مباشر نشوف شو في. أنا بتمنى وأدعو يعني إلى التمهل والتريث في هذا الموقف. إذا كان هناك من يأخذ بعين الاعتبار ما نقول، فأنا أدعو إلى التريث، لأنه حتى الآن نحن منا شايفين أنه في موقف خطير يعني على حياة السجناء يستدعي ردة فعل على حياة العسكريين. يعني بحديث هلا ما في شيء هذا برأيك بيستدعي هذا الأمر الآن. حتى الآن نحن يعني ونتأمل أنه تضل الأمور ماشية بهذا المسار يعني.
طيب كنا عم نحكي انه التنظيم الدولي الاسلامي يعني لحديث هلا نحن شفنا انه فقط مشاركته بمعركه عرسال، ولكن كل باقي عمليات التفجير والعمليات الانتحاريه اللي صارت قام بتنفيذها جبهه النصره وكتائب عبد الله عزام. صحيح، لكن انا اللي بعتقده انه تنظيم الدوله الاسلاميه دخل مرحله جديده بعد سيطرته على معظم الاجزاء في القلمون، حيث كانت جبهة النصرة يعني هي العنصر الغالب والسائد، وأصبح هو الآن على الحدود مع لبنان، وأصبح يعني في جو اتخاذ قرار بتحويل لبنان إلى أرض جهاد ونزال وقتال وليس أرض نصرة وتأييد، وهذا طبعا يشكل فارق كبير. لذلك تذكر أستاذ بسام من عندك من البرنامج تسألنا أنه ماذا لو قرر تنظيم الدولة الإسلامية الاستثمار في المواجهة في لبنان وإرسال مثلا 50 شخص يفجرون أنفسهم. أنا بعتقد أنه نحن أمام ملامح هذا السيناريو الآن، يعني لن تكون العملية في جبل محسن الأخيرة مع الأسف، لأنه أجواء المواجهة الآن احتدمت. الوزير المشنوع عم بيقول 2015 سنة دموية ستكون على لبنان وصعبة، وهذا جزء من صعوبتها ودمويتها أنه تنظيم الدولة الإسلامية قرر أن يدخل في مواجهة مفتوحة مع حزب الله ومع الدولة اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية. نعم. فلذلك نحن يعني أنا ما بعتقد أنه اللي صار بجبل محسن هو مرتبط بتوقيت سياسي، لا بادعاءات خروج المجرم علي عيد وعودته إلى جبل محسن ولا بأي شيء آخر. تتهمه بالإجرام بعد ما 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 ثبت طالما هو فار شيء بالمحاكمة. طالما هو فار من العدالة ولا يقف أمام نصاب العدالة وأمام قوس العدالة فهو متهم وهو مشتبه مثبت به عليه. لا مش مشتبه به استاذ بسام، الصور اثبتت انه عصابته هن من 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 اول لحظه تفجير الى نهايه فرارهم الى جبل محسن راحوا لعنده هن. تحكي عن تفجيري المسجدين السلام والتقوى طبعا، لانه نحن هيدي مشكلتنا استاذ بسام، في ناس ملقى القبض عليهم وفي ناس يعني وين اعترفوا انه هن متورطين ناس كمان. طبعا وهول مسؤولهم علي عيد، هول زعيمهم رفعت عيد، هول مرجعيتهم، هول الشخصين اللي هن يفترض يكونوا امام قوس العداله. امبارح طيب. جبهه النصره عم بتقول انه هي نفذت هذه العمليه ب جبل محسن لأنه الدولة اللبنانية لم تأخذ إجراءات بمسألة تفجير المسجدين، مسجدي التقوى والسلام. يعني وحضرتك عم بتقول أنه تنظيم الدولة الإسلامية ممكن يكون وراء التفجير، بس ولكن جبهة النصرة هي اللي أعلنت. اثنين، أنه الدولة اللبنانية لا أخذ التدابير. وين التدابير؟ ألقي القبض على 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 ناس يلي حطوا السيارات ويلي نفذوا، يعني ألقي القبض على بعض الناس منهم. طيب إذا إذا علي إذا عيد ورفعت عيد إذا مش مطلوبين إذا للعدالة أستاذ بس. طيب ما في كمان يعني آخرين مطلوبين للعدالة وتمكنوا من الفرار. الدولة إذا مش عارف وين وين بتروح تجيبهم. أنا اليوم عندي كل قادة المحاور في السجن وحسام صبيغ في السجن. نعم. وكل الناس اللي اشتبه انه هن شاركوا في معارك طرابلس يجرون الى السجون تلقائيا. حتى الان يعني نحن حتى الان وثائق الاتصال شغاله والمخابرات تلاحق كل من شارك في يوم من الايام في معارك طرابلس. نعم. اللي عدد الموقوفين اللي من جبل محسن قديه يلي هن نفذوا عمليات التفجير. بس بدي اسالك سؤال، بس اللي نفذوا عمليات التفجير شاركوا بمعارك طرابلس؟ القناصين اللي قتلوا اكثر من مئات الشهداء والاف الجرحى هول ما لازم يكونوا مطلوبين؟ يعني بس هدول هال10 15 واحد اللي يمكن يكونوا مطلوبين. يعني انا ما بعرف الدوله مين طالبه استاذ بسام، يعني انا ما بعرف الدوله مين طالبه، بس انا عم اقول بس انا عم اقول بمساله التفجيرين الدوله وخصوصا يعني الأجهزة الأمنية استطاعت القبض على ناس متورطين مباشرة. طبعا جزئيا، لكن علي ورفعت عيد هن المسؤولين الأساسيين عن تغطية وتنفيذ هذه الجريمة. لذلك طالما هن مش موجودين أمام قوس العدالة تبقى العدالة ناقصة، ويبقى متاحا لهذه المجموعات أن تدخل إلى تبريرات من هذا النوع. أنا ضد التفجير، مشان ما يفهم أنه نحن هلأ عم نبرر، لا أنا ضد التفجير، لكن عندما تعجز العدالة عن إتمام هذه الإجراءات وعن إتمام القبض على هؤلاء طبعا حيكون في إمكانية للقول للسنة في طرابلس أنه نحن أخذنا لكم
بثأركم. نحن ضد منطق الثأر من دون الدولة، نحن مع هذا المنطق لكن مع اكتمال العدالة. ولذلك أنا بهذا الموضوع مع التضامن مع فقراء جبل محسن، مع التضامن مع أبرياء جبل محسن، مع التضامن مع ضحايا جبل محسن، ولكن أنا ضد التطبيع مع هيدي العصابة اللي بيترأسها رفعت عيد وعلى عيد تحت عنوان التضامن. يعني أنا اليوم بيمثل رأيي بالساحة العلوية بدر ونوس وخضر حبيب، بيمثل رأيي ليلى شحود تيشوري ومحمد جحجاح، بيمثل رأيي هؤلاء العلويين. بس كمان يعني الأستاذ رفعت عيد والأستاذ علي عيد كمان عندهم إذا قرر عندهم شعبية على الأرض وعندهم ناس بيمثلون. خليني أقول لك، إذا قرر أبناء جبل محسن أن يكون ممثلهم الوحيد رفعت عيد وعلي عيد، فهني عم بيقولوا أنه لا مصالحة مع طرابلس. بدون يفهموا أهلنا بجبل محسن، ما بقى في إمكانية للاستمرار بتبني زعامة رفعت وعلي عيد في جبل محسن وبالمصالحة مع أبناء المدينة. هذا أمر مش وارد، هذا أمر لم يعد ممكنا. واليوم هيدي لحظة حقيقة عند كل هؤلاء الناس اللي هن بيمثلوا المجتمع المدني بجبل محسن، أنهم يطلعوا ويقولوا نحن موجودين. نواب طائفة العلوية الكريمة اللي هني موجودين بالبرلمان وبيمثلوها لازم يرجعوا ياخدوا دورهم ويفوتوا على جبل محسن ويكونوا موجودين. مش برأيك يعني تنفيذ هذه العملية الإرهابية بمنطقة جبل محسن كان هدفها أنه تاخد الناس لهذا الكلام اللي عم تحكي عنه حضرتك؟ أبداً. أنا شو عم أحكي؟ شو عم أقول أنا؟ يعني تجي تقول أنه نحن ما بدنا أنه نعمل هذه المصالحة مع رفعت عيد وعلي عيد. بدنا المصالحة، بس رفعت عيد وعلي عيد مسؤولين عن قتل أهل طرابلس، كيف بدي أعمل مصالحة معهم؟ كيف بدي أعمل مصالحة معهم؟ بعدين وين عندهم تاريخ؟ بس حتى تحت هذا المدينة؟ العنوان هل يجوز أو هل تبرر عمليات إرهابية داخل جبل محسن؟ شو عم نحكي؟ نحن قلنا بأول الحديث أنا ضد التفجير. واضح كم مرة من عيدة ضد التفجير، ضد هيدي العملية اللي صارت، أنا ما بقبل فيها ولا بشجعها، ولكن أنا ضد التطبيع مع هذه المجموعة، لأنه هذه مجموعة للقتل مش مجموعة للعمل السياسي. ضد التطبيع السياسي يعني. ضد التطبيع السياسي والإعلامي والاجتماعي. هؤلاء يعني الناس. ضد قيام علاقات بين الحزب العربي الديمقراطي وأهل طرابلس. أكيد. طالما هني على هذه السياسة وطالما بيترأس هذا الحزب هؤلاء الشخصين فما في أمل. طيب. بالمصالحة معهم. طيب. بده يغير الحزب قيادته، بده يجيب حدا تاني، بده يغير وجوه، بده يعملوا شيء لصالح إقناع الناس بالمدينة أنهم هني فعلا تغيروا. وقال مجموعة آخر جرائمة تفجير المسجدين، كيف إحنا بدنا نتصالح معها يا أستاذ بسام؟ طيب هل هذا الرأي هو السائد في كل طرابلس؟ طبعا هذا الرأي هو السائد، وهلا كل النواب وكل الوزراء يلي تضامنوا وأنا من المتضامنين، إذا بتجي بتسألهم هل المسألة متعلقة بالتطبيع مع علي عيد ورفعت عيد أم بالتضامن مع جبل محسن؟ لا، المسألة متعلقة بالتضامن مع أهالي جبل محسن، الأبرياء، الفقراء، المساكين اللي أفقرهم أصلاً النظام السوري ورفعت عيد ومجموعته واللي عرضوهم لكل هذه المخاطر. طيب. الآن عظيم، يعني جبل محسن تعرض لهذا الهجوم الإرهابي وسقط 9 شهداء. نعم. أوكي. مثل ما قال جبهة النصرة بررت هذا الهجوم بأنه ما صار في إجراءات بحق من يعني نفذ عمليتي التفجير كمان لمسجدي السلام والتقوى. هل أهل طرابلس يعني يأخذون ما تقوله جبهة النصرة على كيف بدي أقول أنه بطريقة يعني يقبلها العقل، يقبلها المنطق؟ البعض منهم نعم، لكن الغالبية العظمى حتى الآن لا تعتبر أنه يعني هذه المجموعات ستدخل إلى عمق الواقع اللبناني وستكون جزء من المعادلة لتعتمد عليها الشريحة الكبرى من أبناء المدينة. خلينا نكون واقعيين. لأن أبناء المدينة ضد هذه الحركة. لكن أنا بدي أقول إنه الصرخات المتواصلة اللي حكيناها من برنامجك أستاذ بسام، كم مرة حكينا نحن إنه المنكوبين تشكل مصدر خطر على نفسها وعلى المحيط وعلى العالم. بس قبل ما نكمل بقصة المنكوبين خلينا ناخذ أول بريك إعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. هيك منفوت بقصة المنكوبين نعطيها حقها لنشوف. صحيح. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الأستاذ أحمد الأيوبي رئيس هيئة السجينة الإسلامية. طبعا
طيب كنا عم نحكي عن مسألة يعني ما جرى في طرابلس. لحديت اليوم في 9 انتحاريين من منطقة المنكوبين، 7 فجروا حالهم بين سوريا والعراق، و2 فجروا حالهم بلبنان. نعم. انه عدد لا يستهان به يعني، وتقريبا في كمان يعني تقريبا مجموع الانتحاريين من طرابلس 14 شخص. صحيح. انه عدد مش قليل. صحيح. خلينا يعني نرجع نذكر بموضوع المنكوبين. نعم. نحن قلنا عدة مرات أستاذ بسام أنه هيدي منطقة بدأت تشكل خطر على نفسها وعلى المحيط اللبناني وعلى المحيط العربي. لماذا؟ لأنها منطقة تعيش في حضيض الفقر. طيب. يعني بس نحن اليوم في 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 مسألة أساسية. نعم. معقول واحد فقير بيروح يفجر حاله بيقتل حاله؟ شو يعني وين 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 طلع المصاري؟ هي المسألة لها مسارين، المسار الاجتماعي والمسار العقائدي. عندما يجتمع الحرمان الشديد مع الغضب الاجتماعي، تضيف إليه عقيدة تحفز على الجهاد إلى آخر الطريق، ينتج عندنا الأشخاص الذين يفجرون أنفسهم من جهة. بدنا ننتبه كمان لشغلة، أنه مش كلهم عم بيفجروا حالهم. في كتير من الشباب هن جزء منخرط في عملية القتال. رح نحكي عن هالموضوع، رح يعني نحكي والمعلومات المتوفرة عن كل هالقصة. نعم. بس خلينا بالانتحاريين حاليا. فنحن عم نحكي انه لما شخص ما بيكون عنده شيء يخسره. ما بيكون عنده شيء يخسره. حياته. وبيكون ما كل الناس عندها هاي وجهة النظر. بيصير عنده هو وعد بالجنة، بيصير عنده وعد بالحريات. يعني مش بالضرورة بالحريات، هن الحياة الأخرى اللي فيها الجنة فيها كل القضايا، مش بس يعني حريات مثل ما البعض بيحب يركز انه بس حريات. لا، يعني المنظومة الفكرية هيدي تتعلق بالانتقال يعني تحت عنوان الشهادة، المغفرة من هذه من ذنوب هذه الحياة الدنيا الى عفو الله والى جنته. وبالتالي هن عندهم وعد اهم من هيدي الحياة كلها سوا، عندهم وعد وافق وتطلعات إلى ما هو أرقى وأسمى وأعلى من هذه الحياة الدنيا. وبالتالي المحفزات تكون أكبر بكثير مما نحن ننظر إليه في منظورنا الخاص. وبالتالي يعني بيكون عندنا نحن منظومة فكرية تستفيد من هذا الاحتقان الاجتماعي وتأخذ هؤلاء الشباب إلى هذه الخيارات. الآن نحن لما بدنا نطلع على وضع هيدي المنطقة يلي هي أنا برأيي حزام ممتد، المنكوبين والإبة والتبانة، يعني هذا مثلث يضاف إليه جزء لا بأس به من الأسواق القديمة ومن الحارات الشعبية المحرومة. لأن نحن بلشنا نشوف أنه هؤلاء الشباب اللي عم بيفجروا حالهم مش بس محصورين بالمنكوبين، صحيح. لا، عم ينتقلوا إلى أماكن أخرى معظمها مناطق شعبية فقيرة. هلأ بالمقابل عدم وجود يعني درع واقي على المستوى الديني هذا إشكال كبير. دار الفتوى كانت خلال السنوات الماضية غائبة ومغيبة عن المساجد. وبالتالي الخطاب الديني كان أحادي في إيصال الرسائل إلى الجمهور وخاصة في هذه المناطق المهمشة. فيصبح العامل الأمني هو الوحيد المعالج، والعامل الأمني إذا عالج لوحده فلا يمكن أن ينجح، لأنه يزيد الأمور يعني صعوبة وتعقيدا، وبالوقت نفسه يفتح المجال لمساحات إضافية من الهروب من الضغط الأمني في الساحة المحلية إلى الخارج. وهذا أحد الإشكالات اللي عم نواجهها الآن، أنه هؤلاء الشباب اللي طلعوا على سوريا وعلى العراق وكذا يعني أصبح يستحيل رجوعهم الآن يعني على لبنان إلا لتنفيذ عملية. هذا النوع. لأنه كمان نظرة الدولة اللبنانية لألون هي نظرة إرهابيين، في حين أنه حزب الله ومقاتليه بيفوتوا وبيطلعوا بيمارسوا نفس الأفعال في الخارج. وهن خارج نطاق الملاحقة أو المساءلة القانونية، وبالعكس يعني هن بعد شوي حينعمل لهم التكريم والسجاد الأحمر. بس هن بقتلوا بسوريا وبينفذوا عمليات بسوريا مش في لبنان. نحن هلأ صارت العمليات بلبنان،
يعني نتيجة تعقيد الأزمة ونتيجة تداخل الأزمة عم ينتقلوا هؤلاء، وطبيعي بده يعني الأزمة باشتعالاتها في المنطقة لبنان يعني تأخر دخوله إليها، ولكن كان من المستحيل أنه يبقى لبنان خارج هذا النطاق أستاذ بسام. يعني مع كل الجهود ومع كل ما يحكى عن حماية لبنان، بس بالآخر حماوة النار لابد أن تلفح هذا الواقع اللبناني بكل أسف. يعني بتتوقع أنه يكون في المزيد من الانتحاريين من منطقة المنكوبين وغيرها من المناطق بطرابلس؟ هي المسألة لم تعد قضية المنكوبين ولم تعد قضية طرابلس والشمال. نحن عندنا موجة متوقعة من هذه الأعمال. ما بنعرف كأنه بيجي كمان من الخارج، يعني هل الكلام عن يمني مثلا فجر في البداية نفسه في جبل محسن، هل البعض تسرع وأعلن عن شخص يمني يتوقع أنه في شخص يمني بده يفجر حاله، يعني ناطرينه، يعني هل يمكن، ممكن يعني منو مستبعد، لأن الحدود بالنسبة لهؤلاء أستاذ مسام ساقطة، ما عندهم حدود بالنسبة لهم. لذلك أنا اليوم بدي أقول أنه القضية وصلت إلى ساعة حقيقة، يعني ساعة حقيقة على المستوى السني الداخلي، نعم، على مستوى معالجة الأزمات. يعني لما بتجي ضربة من في أنه لازم مشاريع طرابلس تتحرك يا جماعة، لازم نحن نشتغل، الوزراء امبارح أنه لازم مشاريع طرابلس يعني تتحرك وتتنفذ، يعني الضربة بتعمل طيب. ردة فعل لحتى يعني يشتغلوا طيب. بالمشاريع قبل وبعدين قبل بيومين ثلاثة يعني. وبعد يومين ثلاثة حننسى. طيب هالمشاريع يعني إذا كانت موجودة ليه ما منشوفها ملموسة على الأرض حتى الناس تؤمن بشيء من الـ يعني من إمكانية تحقيقها؟ طيب. ليه بدنا نتركها بهذا الشكل؟ يعني الناس تقريبا يأساني من إمكانية إحداث أي نوع من تطوير الحياة في طرابلس. طيب بس هودي الناس يعني يلي هن يعني اليوم المعلومات بتقول إنه في بحدود 100-130 شخص من طرابلس ومن الشمال بالأشهر الأربعة الأخيرة التحقوا بالجماعات المسلحة. نعم. أو النصرة أو تنظيم الدولة الإسلامية، أول شيء صحيحة هالمعلومات؟ ما بستبعده. يعني ما بعرف إذا الرقم دقيق، بس يعني أنا عندي رأي بهال 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 طبيعي يكون طبيعي. الرقم طيب. بهذا الشكل طيب. يعني. أوكي، وإنه كمان في يعني شخص ألقت القوى الأمنية القبض عليه اسمه الشيخ أسامة عنتر، إنه هو اللي كان عم بيودي بعض هالشباب خصوصا إلى منطقة الرقة في سوريا. أسامة عنتر من طرابلس؟ ما بعرف المهم. ما عندي معلومات تفصيلية الحقيقة، يعني أنا تواصلي مع الأجهزة الأمنية محدود، بس يعني أنا لا بس أنه بتعرف على الأرض شو عم بيصير. إيه بس خليني أقول ضرورة بس التواصل مع الأجهزة الأمنية بفيد، يعني الواقع أنه في لا شك شبكات ترسل هؤلاء الشباب وعندها القدرة على يعني استمرارية استقطاب هؤلاء الشباب، لأنه عم تتحرك هذه المجموعات براحة من دون وجود عوائق، وهيدي العوائق هي قبل ما تكون أمنية أستاذ بسام، عوائق معنوية وعوائق دينية وعوائق فكرية. عم تتحرك براحة يعني في بيئة حاضنة لألا؟ إذا ما في بيئة حاضنة، ما في بيئة رافضة بالمعنى، يعني بالمعنى الضاغط. يعني الناس عم تكون غير معنية بمواجهة هذه الحالة، لأنه في حالة من اليأس والقنوط من إمكانية معالجة أي شيء، وهذا أمر خطير. لذلك نحن كنا عم نقول أنه ساعة الحقيقة تستوجب عمل داخل الساحة السنية، تستوجب عمل في تزخيم المشاريع، عمل في إعادة صياغة الموقف من القضايا الأساسية، من القضية السورية، من العدالة في لبنان، وكذلك الأمر من العلاقة مع حزب الله. يعني حزب الله ما بيقدر يضل يناور بقضية الحوار إلى ما لا نهاية، أو يستهلك ويستنزف تيار المستقبل في قضية الحوار، ومطلوب من تيار المستقبل أن يواجه التطرف من جهة، وأنه يتحمل ضغط حزب الله في قضية الحوار من دون نتائج ومن دون جدوى من جهة أخرى. هيدي سياسة ما ممكن توصل لنتيجة. إذا كان حزب الله كما يدعي صادق في 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 قضية الحوار، فيجب عليه أن يقدم تنازلات حقيقية، مش يبقى يناور من حيث الوقت ومن حيث الأسلوب ومن حيث أنه نحن بنعمل تيار المستقبل درع قدامنا حتى يواجه في الساحة السنية ونحن بنتفرج.
مثل ما جرب يعمل بالجيش ببعض المواقع، نجح في محلات وفشل في محلات أخرى. لا، تيار المستقبل ما بيقدر يكون مثل ما قال الوزير المشنوق صحوات لبنان كما كانت صحوات العراق، وما بيقدر يكون على أجندة واحدة مع حزب الله في مواجهة خطر التطرف. ما بيقدر تيار المستقبل يكون بخندق واحد مع حزب الله، لأنه ساعتها أنا رأيي الخاص بغض النظر عن رأي تيار المستقبل سيأخذ، يعني بده يأخذ الطعنة من الخلف من حزب الله، وبده يخسر في المواجهة مع التطرف. طيب بس هودي الناس، يعني قلت أنه هذه المجموعات تتحرك يعني بحرية، وتتحرك أنه في بيئة أنه بدك تسميها حاضرة بس سميتها أنه تقبل بوجودها. طيب الكيال والمرعيان كانوا من الناس اللي ضمن هاللائحة اللي بتضم 120-130 شخص وتوجهوا إلى سوريا، وصدرت بحقهم كلهم بلاغات بحث وتحري، والمجموعات الأمنية أو الأجهزة الأمنية تقوم كانت بالتقصي والتحري عنهم. طب هؤلاء الناس يعني كيف استطاعوا الذهاب إلى سوريا؟ كيف استطاعوا العودة من سوريا وتنفيذ العملية؟ كيف استطاعوا الحصول على المتفجرات؟ هل أحضروها معهم؟ يعني كان في منذر الحسن يلي كان هو يزود الانتحاريين بي 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 بالأحزمة الناسفية، وهو كان على علاقة بالانتحاريين يلي كانوا بفندق ديروي بالروشة. بس ولكن اليوم من يقوم بكل هذه الأعمال؟ يعني في خلايا في لبنان تساعد هؤلاء؟ أكيد هناك بنية تحتية أساسية لهذه المجموعات تمكنها من الحركة وتمكنها من إنجاز كل ما يتطلبه عمل من هذا النوع. وكل من يقول عكس ذلك يعني أنا بعتقد أنه ما بيكون بيعرف واقع الحال شو هو. لذلك نحن اليوم عم نقول أنه لبنان يعني على وشك الدخول في عاصفة كبيرة على المستوى الأمني، لأنه البنية الأساسية أصبحت مهيئة عند هذه التنظيمات لأن تقوم بالمزيد من أعمال التفجير. ليش يعني صارت مهيئة هلأ؟ مع أنه هلأ يعني الأجهزة الأمنية مكثفة تحرك ضدهم، مع أنه وسائل تنقلهم بين جرود عرسال والداخل اللبناني صارت أصعب وأصعب. بقى يعني ليش هلأ توفرت هذه البنية صارت أفضل لحتى يقدروا يتحركوا؟ هو بالتراكم، القضية بالتراكم، القضية مش قضية أنه الآن بكبسة زر صارت هذه البنية متوافرة. هؤلاء يعني يعملون على بأسلوب تراكمي، بحيث أنه خلال فترة معينة بمنهجية محددة يتوصلون إلى إنجاز هدف وراء هدف وراء هدف وراء هدف. وبالتالي التراكم الذي أحدثوه خلال الفترات الماضية مكنهم من إيجاد هذه البنية التحتية التي تسمح لهم بهذا الحراك القوي في الساحة اللبنانية. طبعا طيب هني بس عم بيقدروا يدخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية، يعني بطل اليوم في إمكانية لدخول أحد منهم إذا كان غير لبناني عن طريق المطارات أو عن طريق المعابر الحدودية. أنا بعتقد أنه الحدود يعني الحدود اللبنانية فلتة بمحلات كتيرة. الحدود اللبنانية السورية اليوم اللواء عباس إبراهيم كان عند نقطة المصنع وكان عم يتفقد الإجراءات، وبقولوا أنه هذه الإجراءات مستمرة رغم الانتقادات اللي تعرضت لها. حياخدوا يعني ورقة من الأمن العام ويفوتوا لعندك؟ أصدق مش بيفوتوا على المعابر الحدودية العادية؟ طبعا أكيد ما رح يفوتوا على الأمن العام، مع أنه ربما البعض منهم يفوتوا ويطلع على الأمن العام إذا ما كان عليه يعني إشكالات أمنية معروفة. يعني في كتير من الوجوه من هذه المجموعات بيختاروهم بدون ماضي أمني وبدون هويات أمنية يعني تسمح بملاحقتهم، وهذا معروف بتوجهات المجموعات الجهادية. لكن بشكل عام الأشخاص المهمين والخطيرين عم يتنقلوا بوسائل أكيد خارج النطاق المعابر الشرعية اللبنانية. طيب قلت أنه عم بيقدروا يدخلوا عن طريق يعني غير شرعية، بس ولكن أنه ما هذه الحدود تعمل الدولة اللبنانية على ضبطها؟ بس حدود طويلة وحدود يعني فيها الكثير من المناطق الصعبة جغرافيا والتضاريس اللي ما بتساعد على ضبطها بشكل في كامل. في مين عم بيساعدهم بعمليات التنقل؟ لينجحوا بالوصول أكيد في مين عم بيساعد، بس أنا ما بعرف
حجم المساعدة وما بعرف مصدر المساعدة. بس بالتأكيد طالما هني عم ينجحوا بالدخول والخروج ففي مين عم يسهل هيدي العمليات بشكل تلقائي وطبيعي. طيب نعم. اليوم كنت عم تحكي عن مسألة دار الفتوى كمان ودور دار الفتوى بهذه العملية. قبل كمان بدي أقول أنه البطريرك الراعي وصل على السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة تمام سلام. اليوم قديش بعد في يعني مساجد أو إن كان بطرابلس أو غير طرابلس يعني يتولاها بعض المشايخ الذين يوصفون بالتطرف أو الذين يوصفون بالأصولية، ويعني إلى هذه الدرجة أنه كمان اليوم هذا الخطاب يعني هو خطاب صار هيك أنه يؤثر بشكل كبير بهؤلاء الشباب؟ من ناحية التأثير نعم لا شك أنه بيأثر، لانه ما في اثر عم ينطلق من شو؟ عم ينطلق من واقع انه اهل السنه في لبنان وفي سوريا يتعرضون طبعًا للظلم طبعًا. هذا الواقع ينطلق طبعًا منه طبعا طبعا. هذا امر مش سهل استاذ بسام، اضيف له ما حصل في العراق، اضيف له في اليمن، وكل هذا الاحساس بالخوف. يعني نحن اليوم الكلام سابقا انه السنه هم اغلبيه في المنطقه، نعم، ولكن السنه هم المغلوبون على امرهم، السنه هم المضطهدون بالمشروع الإيراني وبالهيمنة الأمريكية وبالعدوان الإسرائيلي، يعني كل هذه التقاطعات عليهم. هذا يجعل فكرة تكالب الأمم على السنة التي يعني يتحدث بها المشايخ الذين يعتمدون هذا الفكر نقطة أساسية في آليات الاستقطاب للشباب، لأنه الشعور بالاضطهاد أو بالخوف أو بالرغبة في رد هذا العدوان يولد تلقائيا البحث في سؤال أساسي كيف، والإجابة على هذه الكيف تكمن لدى من يمتلكون آليات التواصل عبر هذه الشبكات. فالكيف تتحول إلى فعل جهادي، وهذا الفعل الجهادي يتدرج من الجانب الفكري، من الجانب التعبوي، من النشاط على الانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، انتهاء بالأعمال العسكرية التي تتفرع إلى يعني أشكال مختلفة وشتى، منها الأعمال التفجيرية. لذلك دور دار الفتوى، كنا عم نحكي دار الفتوى الآن سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان خطابه معتدل جدا، خطابه معتدل نعم يعني مقبول على مستوى كل الوطن، ولكنه يعني ورث إرثا ثقيلا جدا من ناحية الخراب القائم في دار الفتوى وفي مؤسساتها وفي استباحة مساجدها وفي الفوضى القائمة في مؤسساتها. لذلك الإشكالية هي في كيفية استنهاض دار الفتوى الآن، استنهاض دار الفتوى من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وكيف يمكن لدار الفتوى أن تقدم خطابا مقنعا لهؤلاء الشباب. يعني القضية مش بس أستاذ بسام أنه نحن نعلن خطاب معتدل، القضية أيضا كيف يسمعنا هؤلاء الشباب، كيف يبقى هؤلاء الشباب يستطيعون أن يأخذوا برأي دار الفتوى وهم على موقف النقيض. يعني لذلك يصبح الخطاب هنا يجب أن يكون خطابا تتوجه دار الفتوى، يعني تتوجه دار الفتوى نحو الخطاب الآخر؟ لا، لكنه يجب أن يكون، وسماحة المفتي هو يعني خبير في هذا الأمر، خطابا أبويا. بمعنى أنه يقول لهؤلاء أننا نراكم مخطئين ولكننا نفتح أبوابنا لكم، كما قال الأزهر. الأزهر رفض تكفير تنظيم الدولة الإسلامية، لماذا أستاذ بسام؟ هل محبة في التنظيم؟ هل قناعة بفكره؟ أبدا. فرق بين أفعال التنظيم التي صنفها إرهابية وأبقى على الأصل الذي يرفض التكفير عامة. يعني لما بده يكون الخطاب موجه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في رفض التكفير، بالطبع المطلوب من الدولة الإسلامية أن تكف عن التكفير الآخر. هذه هي المعادلة. ودار الفتوى عندما بس تطلب المستحيل، أنت هون بتكون عم تطلب المستحيل. أنا أطلب الأصل، أنا هنا أطلب الأصل. لذلك الحوار في هذا المجال، شيخ الأزهر أعلن عن استعداده للحوار مع هؤلاء من أجل إقناعهم برؤيته للإسلام وطرح رؤيتهم. وبالتالي هم منفوت في خضم هذا الصراع كله أستاذ بسام. يعني بدك دار الفتوى تحاور هذه المجموعات، هؤلاء الشباب اللبنانيين، هؤلاء أولادنا يا أستاذ بسام، هؤلاء أخواتنا اللي عم بيروحوا من بين إيدينا، شو منعمل فيهم؟ منحط المتاريس بيننا وبينهم وندفعهم إلى المزيد من التصعيد في وجوهنا ومن قبلنا؟ طب من يحرض هؤلاء الشباب؟ من يبث هذا الفكر في عقول هؤلاء الشباب؟ هذا
عفوا، الا يجب ان يتعرض للملاحقه من قبل الدوله اللبنانيه؟ هذا واجب الدوله وهذا اللي لازم تعمله الدوله، ولكن انا اقول انه اليات الملاحقه بس ما اذا عملت الدوله شيء بتصير المساله انه كبين اضطهاد اهل السنه وهونك اضطهاد اهل الشيعة وهون اضطهاد اهل المسيحيين. هنا يكمن دور دار الفتوى، انه اذا شيخ عم يبث فكر معين في احد المساجد نحن منا راضين عن هذا الفكر، دار الفتوى مش راضي عن هذا الفكر، يتم استدعاء هذا الشيخ ويتم الطلب اليه ويتم الحوار معه ويتم النقاش معه. لازم يكون في آليات لهذا الحوار، ويجب أن يكون هناك في دار الفتوى مشايخ مؤهلون لهذا النوع من الحوار. نعم. الذي يستطيع أن يبين الحجة ويستطيع أن يقنع ويستطيع أن يخفف من حدة الاحتقان، لأنه إذا ما عملنا هيك نحن بنكون عم نهرب من المشكلة يا أستاذ بسام. المشكلة حقيقية عنا على الأرض، العلاج بيكون بالحوار المباشر من مشايخ مؤهلين وقادرين على الموازنة بين المصلحة وبين الواقع، لأنه إذا اكتفينا بخطاب إحادي أنه نحن بس بدنا الاعتدال على طريقة أنه نحن يعني المظاهرة اللي صارت بباريس بيقف فيها نتنياهو بيقف فيها ساركوزي وبيقف فيها زعماء آخرين من العرب أولاندو بيقف فيها محمود عباس، لا هذا مشكل كبير، هذا مشكل كبير، مش هيك بتكون مكافحة الإرهاب، وهيدي عبارة عن فولكلور ساقط سلفا. مواجهة الإرهاب تكون بالفكر، تكون بأن يتحول إلى محطة للتنوير الفكري وللتنمية والإصلاح. إذا ما عملنا هدول مع بعضهم نحن ما نكون عم نكافح الإرهاب، ولو عملنا 100 مظاهرة من نوع مظاهرة باريس مش هيك بتكون الأمور أبدا. وبدك تلاحظ شغل أستاذ بسام، هذه المجموعات تستطيع وتعمد إلى اختيار ملفات تمكنها من الدخول إلى اللاوعي الإسلامي. يعني مثلا بموضوع جبل محسن اختاروا قضية مسجدي السلام والتقوى، بموضوع جريدة تشارلي إبدو شو اختاروا؟ اختاروا بتقول تبريراتهم طبعا اختاروا جريدة تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أصلا تسيء إلى كل الأديان وإلى المسيح عليه السلام. اختاروا بحيث أنه أنت إذا بدك تجي تتضامن مع هذه المجلة ومع هذه الصحيفة بدك تبين أنك أنت متهاون بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هن عم يقدروا يختاروا ملفات وقضايا دائما تثير البلبلة وتدفع جزء من المسلمين إلى التعاطف مع ما يفعلون. هون بقى بيصير حقيقة الموقف الإسلامي، وين الموقف الإسلامي المعتدل؟ أنه أنا ضد الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ضد هذه الطريقة في التعبير من خلال الاستهداف والقتل. هذا الأمر لازم يكون متوازن، ما ممكن يكون إحادي بهذا الشكل اللي البعض يعني أخطأ وقع فيه. طيب مرة جديدة بدنا ننتقل أنا وياك إلى سجن رومي أو إلى أمام سجن رومي مع زميلتنا ندى أندراوس عزيز. ندى، ما هو الجديد يعني؟ طبعا بسام، يعني بوتيرة هادئة تستمر العملية الأمنية التي بدأت منذ الفجر. يعني في المعلومات الأخيرة أنه لا وجود لإصابات خطيرة في هذه العملية، ولم يستعمل أصلا فيها الرصاص الحي. أكرر أنه لم يستعمل الرصاص الحي في هذه العملية ولا إصابات خطيرة. معلومات أخرى تحدثت عن أنه عند بدء العملية قامت مجموعة من الإسلاميين الموقوفين في المبنى باء في الطبقة المخصصة له ممن يعرفون بقادة المحاور، قاموا بتسليم أنفسهم للقوى الأمنية مع عدد آخر من الموقوفين الإسلاميين بمعظمهم اللبنانيين. والأغلبية الموجودة الآن في المبنى هم من حملات الجنسيات الأجنبية في المبنى ب في الطابق المخصص لهم. يعني هذه هي الأجواء الآن. طبعا يعني دخلت منذ بعض الوقت سيارات إسعاف، والأجراءات الأمنية في محيط السجن مستمرة مكثفة، أكان جوا أو برا في محيط السجن. طبعا سنعود نحن ونوافيكم بمزيد من التفاصيل تباعا بما يتعلق بمسير هذه العملية وكيف ستنتهي، وإذا كانت فعلا ستتمكن القوى الأمنية من نقل كافة السجناء إلى المبنى دال. بسام، شكرا لك ندى، ورحنا رح نبقى معك أيضا لمتابعة تفاصيل هذه العملية. رح ناخد تاني بريك إعلاني ونرجع منتابع نهاركم سعيد.
وقالوا تابع نهاركم سعيد من الـ LBC مع رئيس هيئة السكينة الإسلامية الأستاذ أحمد الأيوبي. بس قبل ما تابع أنا وياك في عنا المسؤول الإعلامي بالحزب العربي الديمقراطي الأستاذ عبد اللطيف صالح، يعني سمع كلامك وحب يرد، بقى رح نعطيه حق الرد. تفضل الأستاذ عبد اللطيف، نهارك سعيد. خير أستاذ بسام، أهلا وسهلا. نحن نتأسف أنه فوق الأمور الإيجابية اللي حاصلة واللي برهنوا عليها أهالي جبل محسن تجيب طيف مثل أحمد الأيوبي. نحن ما بدنا نفوت بالأمور الشخصية. ما بدنا أستاذ عبد اللطيف، أستاذ عبد اللطيف ما بدنا نفوت بالأمور الشخصية. تفضل أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أنا قلت له ما بفوت بالأمور الشخصية. ما ببل أول ما بلش بهذه الطريقة، ما ببل أبدا. ما بيتعرض، ما راح يتعرض أبدا، ما راح يتعرض أبدا. تفضل أستاذ عبد اللطيف. تفضل أستاذ بسام. أنت شفت الأجواء الإيجابية اللي برهنوا عنا أهالي جبل محسن؟ صحيح. بالمقابل نحن يعني نحن عدلنا تفجيرات المسجد التقوى والسلام. نعم. وشفنا المجموعات الموتورة اللي بمثل أحمد الأيوبي. يا أستاذ عبد اللطيف، أستاذ عبد اللطيف ما حيمشي الحال. أستاذ عبد اللطيف، أستاذ عبد اللطيف ما بدل بس لحظة لحظة يا أستاذ عبد اللطيف. لا أستاذ عبد اللطيف، بساحات طرابلس، بساحات طرابلس، بساحات طرابلس، أستاذ أحمد، جزء من العصابة بساحات طرابلس لازم تتعلم من شريكه. أستاذ أحمد عند العصابة خلاص بيقف. انا استاذ عبد اللطيف، استاذ عبد اللطيف، استاذ عبد اللطيف، بترجاك ما فينا نتابع بهذه الطريقه. لا ما فينا نتابع بهذه الطريقه، ما فينا نتابع، ما فينا نتابع بهذه الطريقه. معلش مضطرين ابدا ابدا. استاذ احمد، استاذ احمد خلص هيدا الامور. انا لو عارف الامور بدها تروح بهذه الطريقه الشخصيه، ما يعني هو ما فتنا بهذا الموضوع، ما فتنا بهذا الموضوع. الامور الامور لازم تكون رايقه يا استاذ عبد اللطيف. اذا بتريد هو اللي حكي اذا بتريد احكي، رد علي عمور معروف بطريقه ما لها علاقه بالامور الشخصيه. نحن بدي اقول لك شغله، اهل المنكوبين اهلنا. تفضل. ونحن هذول اثنين الارهابيه اللي فجروا حالهم. نعم. ما بيمتوا لاهل طرابلس نهائيا. نعم. وتفضل ضيفك الكريم وقال انه الراي، انت سالته انه هذا الراي بيمثل كل اهل طرابلس؟ لا ما بيمثل. لا هو قال، هو قال، هو قال انا ضد استخدام العمليات الارهابيه. هو الفرق دافع اهل طرابلس هني اهل الكرامه واهل الشهامه. على كل انت بدك تعلمني الدافع عن اهل طرابلس الشهامه. على كل وانا امبارح عملت بمبادره يا استاذ بسام. نعم. وقالت اهالي المنكوبين بيجوا بيعزوا لانه نعم. لانه شهدائنا شهدائهم وهن تغرر بولادهم يا استاذ بسام. نعم. عمرهم 18 سنه عمره. نعم. تغرر بولادهم عمرهم غسيل دماغ. نعم. يعني هن مثل ما نحن مصابين هن مصابين. صحيح صحيح. يعني ال- 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 الاصابه كانت للجميع. واحد. نعم. نحن وياهم مصابنا واحد. ونحن انا قلت لك امبارح وانا اجاني اتصالات كثير. نعم. من 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 اهلنا بطرابلس انا بدي يطلعوا يعزوا، قلت لهم ترجعوا منطقتكم اهلا وسهلا. نعم. نحن وياكم واحد، مصابنا واحد. انا بتمنى من اهلنا من طرابلس ما يسمعوا اي كلام فتنوي، نحط ايدنا بايدهم ونمشي وخلف الجيش اللبناني لضرب الارهاب. شكرا شكرا غير الجيش اللبناني. شكرا لك استاذ عبد اللطيف صالح على هذه المداخله. شفت هذا النوع من الاحتكار لجبل محسن؟ بتجوا على منطقتكم، هو بده يسمح للناس تجي او ما تجي. يا استاذ بسام، يا استاذ جبل محسن لازم تكون مفتوحه لكل أحمد. اللبنانيين ولكل الناس، مش هو الوصي على جبل محسن ابدا. كما يوجد قوى سياسيه في طرابلس، القوى السياسية بطرابلس. ليش بدي أسألك سؤال؟ لما توفى ينزل رئيس عمر كرامي، كان ينزل ابن جبل محسن توفى على رئيس عمر كرامي الله يرحمه. يا أستاذ بسام، لما توفى رئيس عمر كرامي الله يرحمه، طرابلس فتحت صدره صحيح. للجميع. صحيح. اجا نواب من حزب الله، اجا نواب من كل الشرائح. ما حدا عم بيقول لا. بس منطقه جبل محسن هي مختطفه من هيدي العصابه، انا مصر على هذا الموقف. يا استاذ احمد، وانا وقت كان ينزل ابناء جبل محسن على طرابلس وتعرضوا لاطلاق نار، شو كان هذا؟ خلينا نسال. طيب مين اليوم المسؤول؟ مليون كمان ابن طرابلس بيكون عنده خوف من اي رده فعل قد تحصل ضده بجبل محسن كمان. خلينا نحن بكل بساطة، إذا بدنا نرجع نفتح الملفات، مين اللي كان عم بيقوص على أولاد جبل محسن؟ مين؟ بلا يعني هذا الطابق خلي مستور، لأنه كل هذا الجو إذا بدنا نرجع نفتحه حنلاقي منصب بمحل واحد عند النظام السوري وعند عصاباته. لذلك المسألة الآن جبل محسن هن أهلنا
وما بدي انا يعني انه بده يجي يعلمنا انا يا استاذ بسام بال2000 هلا اهم شيء خلينا هلا انا وياك خليني كمان بنلتقي المره الجديده على جبل محسن نرجع بنكمل بس في مراسلتنا ريم ابو خزيم موجوده بجبل محسن عم بتتابع كمان يعني ما حصل بعد التفجير وبعد تشييع شهداء هذا التفجير خلينا نشوف على المزبوط شو عم بيصير وخصوصا انه هي كمان واقفه امام المكان الذي حصل فيه التفجير امام مقهى الاشقر شو في عندك معلومات رنيم وشو هي الاجواء بجبل محسن اليوم نعم بسام يعني كما قلت نحن موجودين بجبل محسن أمام مقهى الأشقر الذي لا يزال يعني الموقع هون مقفل أمام يعني أمام كل الأهالي وأمام كل الناس لا يزال موقع مقفل بسبب التحقيقات الجارية والجيش اللبناني يعني ينتظر أوامر قد تأتي اليوم قد تأتي غدا قد تأتي هذا الأسبوع بالسماح لل يعني بفتح موقع الجريمة كما ترى الأضرار يعني اقتصرت على المقهى هنا ولكن يعني الأضرار التي تركها هذا الانفجار على أهالي جبل محسن كانت كبيرة يعني هناك حزن كبير في هذا الشارع الكل يضع الأعلام السوداء على شرفاته وهناك يعني أصوات القرآن التي وضعت في منازل الضحايا وأيضا يعني الملفت كان هناك تثمين من قبل أهالي جبل محسن لموقف أهالي المنكوبين الذين استنكروا هذا الاعتداء والذين رفضوا يعني أن يكون هناك عزاء في منطقتهم للشخصين اللذين فجرا المقهى هنا وأيضا يعني كانوا طلبوا بأنه يكون باستطاعتهم المجيء إلى جبل محسن لتقديم التعازي الوضع في طرابلس هادئ جدا الحركة طبيعية في المدينة وباستثناء الإقفال الموجود هون في محيط مقهى الأشقر الوضع طبيعي في طرابلس وكما كنا نقلنا أمس يعني هناك تضامن كبير من أهالي طرابلس مع أهالي الشهداء الذين سقطوا بنتيجة هذا التفجير بسام شكرا لك رنيم ويعطيك العافية على كل كان لافت كمان أهالي ما قالوه يعني أهل الانتحاريين أنه هن لن يقيموا عزاء وكان لافت كلامهم أنه كمان أنه هن يعني استغربوا الشيء اللي صار وأنه بيستنكروا هذا الشيء اللي صار شغلة أنه شادي شغلة كتير أساسية يعني بالعلاقات نحن بين أهل طرابلس العلاقات بين أهل طرابلس هي علاقات أهل بالنتيجة سواء كانوا في جبل محسن أو في طرابلس الإشكالية الأساسية هي في وجود هذه المجموعة اللي حكيت بها خلص عرفناها هيدا اوكي هيدا فنحن نحن اليوم خلينا نرجع للمسار اللي كنا عم نناقش فيه بقضية الأولويات كيف نحن بدنا نوصل إلى أولويات معينة لتخفيف وطأة هذا الآتي علينا حكينا بدور دار الفتوى بدنا نحكي كمان بموضوع التنمية الاجتماعية يعني اليوم مستحيل انه تبقى يبقى مثلث التبانه الابه المنكوبين على هذه الحاله من الترك والتخلي من قبل الدوله منطقه مثل المنكوبين انا رايي بتستاهل تفكير باعاده اعمار كامل اهالي المنكوبين الدوله يعني بدها تشيل اكيد تشيل الحي كله سوا وتعمر مباني جديده نعم هيك بدنا نفكر مش باقل من هيك مش بأقل من هذا المستوى من الطموح ومن الإرادة ومن العزم على تحقيق هذا التغيير إذا ما بدنا نفكر بهذا المستوى نحن ما نكون عم نعمل شيء وبرأي خطوات كهذه يعني بتغير بالعقليات حياة الناس بتغير طبيعة حياة بتغير الناس بالعقليات تدريجيا تحدث التغيير في العقليات لما بتكون أنت عامل برنامج لهذا التغيير ما المطلوب تغيير حجر بس المطلوب تغيير البشر المطلوب يعني يكون في أئمة مساجد بالمنطقة المسجد الكبير اللي بالمنكوبين ياخد دوره يصير في شيخ تابع لدار الفتوى المسجد الكبير طبعاً بالمنكوبين طبعاً لكن هذا هذا الدور مهمش لعدم إمكانية إحداث دور اجتماعي له في مسجد آخر هو مسجد النور في أحد المشايخ المتطرفين يعني أنا عندي كتير من الملاحظات على الأداء بمسجد النور من زمان وأنا مش من يعني مش من منطلق الاعتراض على مجمل فكرة الجهاد أو الانطلاق بهذا المستوى من الأداء لكن التوظيف العملي لهذه الأفكار
في هذا المصلى ما بيسوى يستمر بهذه الطريقة. ولذلك مين سامح باستمراره؟ هلا هذه الإشكالية جزء منها وضع دار الفتوى خلال الفترة السابقة. الآن يفترض أنه هذا الأمر يتعالج يتعالج بالطريقة الأبوية اللي كنا عم نحكي عليها أستاذ بسام، ليس قصرا طبعا. عظيم. طب اليوم أنت عم تحكيني عن لبنان، بس أنا وقت بشوف عملية إرهابية تنفذ في فرنسا. نعم. يعني العملية اللي صارت على شارلي إبدو، والعملية الثانية كمان يلي كانت بالتنسيق يعني مع المجموعة اللي نفذت عملية شارلي إبدو يلي صارت على المتجر اليهودي. طب هؤلاء الشباب كمان يعني متأثرين بهذا الفكر. طبعا. متأثرين بهذا. طب هذا كمان ناتج عن فقر، ناتج عن شو ولا هو؟ لا. إنه هذا الفكر يستطيع أن يؤثر. قلنا بفرنسا، بإنجلترا، طبعا هذا فكر عالمي، ببلجيكا، هذا فكر يستطيع أن يصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى القطب المتجمد. يعني لذلك المسألة تحتاج إلى خطاب ديني عقلاني أبوي رعائي وإلى فعل اجتماعي تحصيني. واحد منهم لحاله ما بيمشي الحال. يعني تجي أنت تنظر على فقراء بالاعتدال ما حدا حيرد عليك، وبالوقت نفسه تجي تقدم التقديمات الاجتماعية. هذا الفقير إذا جيت نظرت عليه بالتطرف شو رح يستفيد؟ طبعا إذا تنظر عليه بالاعتدال مش هيستفيد. إذا نظرت عليه بالتطرف شو يستفيد؟ عم تقدم له منظومة حياة. عم تقدم له منظومة حياة فيها المادي وفيها المعنوي. يعني مش صحيح إنه هؤلاء ما عندهم إمكانات مالية يقدموها. يعني شفنا بيتهم بارح للمرعيين رح يهبط السقف. ايه طبعا. وين الإمكانات المادية؟ هو بيت أهله هيك. لكن هو انفصل عن أهله وعمل نطاق آخر لحياته. أما شيء شخصي لأله، هلأ اللي مقرر يروح يفجر نفسه ما بقى يعني هذا الأمر. لكن برجع بقول لك نسبة قليلة منهم يلي عم تفجر حالة. الباقي عايش بنمط حياة آخر مختلف. عايش بنمط حياة أستاذ بسام يعني في بحبوحة عايش فيها بحبوحة مادية نسبيا قياسا لوضعه السابق أكيد. ما هو كان معدم، يعني هو كان تحت خط الفقر بعشرات الدرجات. يعني نحن اليوم لما عم نحكي عن المنكوبين وعم نحكي عن المناطق هيدي يا أستاذ بسام عم نحكي عن حالات يعني تقشعر لها الأبدان. وبالتالي ما فينا نقعد متفرجين على هذا الأمر. واليوم إذا كان منطقة من هالنوع عم تهدد الأمن المحلي والإقليمي، لا بتستاهل مؤتمر، بتستاهل خطوات كبيرة لإحداث هذا التغيير الكبير بنمط حياة الناس. بدك تغير هيدي البيئة كلها سوى الموجودة لحتى يمشي الحال، لأنه ناس عايشين بالتنك تتداخل بحياتهم كل هذه التعقيدات ما فيك تغير بسهولة. هيدي الأرض بالمنكوبين أصلا للدولة، والناس قاعدين نتيجة حصول طوفة أبو علي، نهر طوفان النهر من هداك الوقت. كان يفترض أنه الدولة تقدم لهم هني من طرابلس ولا هني من محيط طرابلس ومن عكار هني من أصل المنكوبين من طرابلس. هلأ لاحقا إجا ناس من خارج طرابلس، لكن اللي صار له 30 سنة قاعد ما بقى فيك تقول له أنت يعني منك من طرابلس. في حالة بدها علاج، وكل تأخير عم يمر نحن اللي عم نخسر، البلد اللي عم يخسر، عم نخسر أولادنا، عم نخسر أهلنا. قيادات طرابلس مش شايفة هذا الواقع؟ النواب والوزراء في طرابلس مش شايفين هذا الواقع؟ أنا ما بعرف، يعني ما بدي كلهم أصدقائي بس ما بعرف أنا يعني من 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 طوفان أبو علي حتى الآن ليش بده يضل في 130-140 عيلة عايشين بمقبرة الغرباء، ومنهم يتخرج أبو هريرة المعروف اللي بأحداث مخيم نهر البارد، وأولاده عايشين بنفس المكان الآن يستعدون لإعادة تكرار هذه الدورة الخطيرة. أنا ما بعرف كيف ممكن تستمر يعني هذا المستوى من غياب المشاريع. ما بدي انتقد نواب طرابلس. أنا كل اللي بدي أقوله أستاذ بسام، طرابلس تحتاج إلى إعادة نظر في قضية المشاريع. مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، مش تحت الصدمة بدنا نحكي عن مشاريع طرابلس. نحن على البارد بدنا نحكي بمشاريع طرابلس، مع أني أنا أخشى ما أخشاه أنه نحن ما يكون بقى عنا وقت للبارد. كيف يعني للبارد؟ للبارد أنه يكون نشتغل على البارد، يعني نشتغل على البارد، يصير في شغل على السخن. ايه. ايه يعني تتوقع انه يعني تتكرر العمليات الانتحاريه؟ طبعا. طبعا. في خبر هلا بيقول انه عناصر جند الشام تقطع طريق تعمير عين الحلوه بصيدا احتجاجا على ما يجري
في سجن رومي. هلأ باقي بموضوع السجناء مسألة حساسة اللي هني غير اللبنانيين. أنا أتوقع أنه إن شاء الله بتتم العملية بدون أيضا خسائر في صفوفهم. طبعا هؤلاء يعنون للجماعات طبعا يعنون للجماعات المتطرفة أكثر ما بيعنوا اللبنانيين. صحيح صحيح. ولكن أنا ما بعتقد أنه وعددهم يعني لا بأس به. صحيح. أنا ما بعتقد أنه وزير الداخلية حيسمح بحصول خروقات بهذا المجال. إذا قوى الأمن عم بتقول بعد لهلأ أنه العملية عم بتتم بهدوء. نعم. لذلك هلا متوقع هذا النوع من ردات الفعل، بس أنا بأكد على التريس بانتظار انتهاء يعني العملية، وبتوقع إن شاء الله أنه تتم بدون هذه. وين تتوقع يعني المزيد من الضربات لهذه المجموعات المتطرفة؟ توقع مثلا الضاحية الجنوبية تكون كمان مجددا يعني أنا ما هدف مناطق الهرمل يعني مناطق تواجد حزب الله؟ بالتأكيد يعني هذه مناطق بشكل طبيعي بدهم يسعوا إلى استهدافها. هل بينجحوا أو لا؟ هذا سؤال يعني ما حدا بيقدر يجاوب عليه. هل المناطق مثلا الأخرى اللي بيصنفوها كمان يعني الآن وزارة الداخلية والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية أصبحت تدريجيا في المواجهة، هل تصبح مؤسسات الدولة اللبنانية أيضا في دائرة الاستهداف؟ كمان هذا سؤال، لأنه طالما هذه المواجهة مفتوحة وأصبحت الدولة في الواجهة، يعني بالتأكيد ما في شيء مستبعد بهذا السياق أبدا. مشان هيك نحن بدنا يعني المرحلة بدقتها وخطورتها بتتسلزم كثير من التفكير وكثير من المبادرة وكثير من الشجاعة. بس اليوم في كلام يعني أنه الحوار القائم بين حزب الله وتيار المستقبل هدفه التخفيف من حدة الاحتقان السني الشيعي، يعني هذا العنوان الأساس لإله. طيب هل هذا الحوار فعلا بيودي لتخفيف هذا الاحتقان، ام انه هذا الاحتقان مستمر بغض النظر؟ بده يقدم شيء لتخفيف الاحتقان، لازم يقدم خطوات عمليه. يعني مثلا موضوع ما يسمى سرايا المقاومه، هول الزعران الفالتين هيك بالساحه السنيه، ليه بده يكون عنده 17,000 مثل ما قال احد مسؤولي حزب الله 17,000 مجاهد سني؟ شو عم يعمل فيهم هدول؟ بحب نقاط شو إلى جانب حزب الله. إيه وين بدهم يقاتلوا هدول؟ بدهم يفوتوا على سوريا ليقاتلوا الشعب إسرائيل السوري. يمكن ضد وين ضد إسرائيل؟ ليش أصلا إسرائيل بعدها يعني بدائرة المواجهة أنت برأيك بعد 1701 وبعد كل هالتطورات الإقليمية والدولية؟ أبدا. كل ما في الأمر أنه حزب الله يريد أن يقضم الساحة السنية، يريد أن يضعف تيار المستقبل. بس إنه إذا عنده 17,000 مقاتل في الساحة السنية معناتها يعني في كتير يعني من 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 السنة يؤيدون حزب الله. على رقمه هو ما أنا عم بأكد الرقم. هو أحد الشيخ نبيل قووق يمكن أعلن إنه عندهم 17,000. هلا هني بالعادة بيناولوا كتير بالقضايا هيدي، وما بعرف إذا في 17,000 ولا لا. لكن السؤال الأساسي هو شو بده من الساحة السنية؟ إذا كان يدعي السعي إلى الوحدة الإسلامية، فيترك الوحدة الإسلامية على طبيعتها، مش يعسكرها. يعني مش هو يعمل عصابات بالساحة السنية. كان آخر مشهد لها الاعتداء على فرع المعلومات بصيدا. بصيدا بتعمير عين. شو هالمهمات العظيمة اللي عم يعملوها هدول الناس؟ بطرابلس عاملين مربعات بيشتبكوا مع أهالي المدينة بين الوقت والآخر حسب التوقيت السياسي اللي بده إياه الحزب. ببيروت بيحرقوا تلفزيون الجديد. يعني خليني أشوف أنا بمحل واحد هيدي المجموعات اللي عملها الحزب بالساحة السنية عطيت مفعول إيجابي بأي مكان من الأماكن. وهون إذا بده فعلا يعني الحزب بده يقدم شيء على مستوى إراحة الساحة من الاحتقان، بده يفك جزء أساسي من هيدي المجموعات. ما ممكن يعني يستمر بالاعتداء داخل الساحة السنية والتمدد بهذه الطريقة ويقول بدي خفف الاحتقان. هذا أمر مش ممكن. على كل أستاذ أحمد أيوبي أنا قبل الختام بس بدي في عنا بعد 20 ثانية بدي أقول أنه نحن بصدد إنشاء لجنة تهتم بقضايا الموقوفين في هيئة السكينة الإسلامية، تتعاون مع دار الفتوى. سنتواصل مع الأهالي في وقت قريب جداً لمحاولة تقديم المساعدة والخدمة لهم في إطار أيضا تخفيف الاحتقان وفي إطار معالجة الإشكالات بمنهجيتنا المعتدلة بمنهجيتنا الوسطية. أهلا وسهلا فيك بالـ LBCI ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.